سفرت الخارج معك حقيبتك في 5 أغراض، ما أهم الأغراض تحطها؟ شاحن الجوال، شاحن الجوال والكاميرا، وأهم شغلتين الأكل والشرب. الأكل والشرب واحد ولا اثنين؟ خلها واحد عشان الأكل والشرب واحد ولا يهمك. اثنين جوال، جوال نضمن انها اشتغل. هذين. ثلاثة جارمن اللي هو حق الاقمار الصناعية. الدرجة مهم يعني. لازم ضروري لا قدر الله ولا شيء. قرآن كريم اول شيء. شنطة الاسعاف الاولية تكون معك. جواز سفر. حاجاتك الشخصية تحافظ عليها. ملابسك على ما اعتقد بس. اهم الاغراض الملابس الشخصية الرياضية. لابتوبي، جوالاتي، أغراض بسيطة جدا 5 فقط. باقي اثنين. باقي اثنين تلفوناتي. جوالاتك وتلفوناتك شو الفرق؟ الجوالات واللابتوب، ملابس رياضية، دراهم بيزاتي يكون جاهز معي برضه. باقي الدراهم. إيه أهم شيء الدراهم، نضيع قبل ما نروح نصرف على العملة البلد اللي بنروحها من هنا من المطار. باقي واحد ضروري. في شيء. خويي الخامس يقل الشنطة يقل معنا. ملابسي، لابتوبي، جوازي، القرآن، إثباتات، جوال، لابتوب، وسيلة اتصال، ملابس فقط. الجوال هو وسيلة اتصال؟ عندك انترنت يعني وسيلة كونكت قصدي عشان عشان تصل الانترنت يعني عشان دردش بس. الرفيق الاول هو الكتاب او الماده الدراسيه اللي ادرس عليها. بعد كمان عندي اغراضي، اوراق اثباتات، الاشياء اللي تخصني. جهاز اللابتوب كمان بالنسبه لي مهم جدا، ما اقدر استغنى عنه. ممكن جوال، اغراض خاصه ثانيه كمان. بعد الملابس حسب السفر نفسه، لو سفر زمن طويل اكيد حيكون عندي اغراض زياده شوي يعني. القران الكريم، سجادة الصلاة، الكتب، لوازم السفر والملابس. ما احتاج السفر مستلزمات وش اسمه وسائل اتصال. ايش المستلزمات؟ المصحف وش وسائل اتصال، جوال. اهم شيء نظارتي تشوفها. ايوه توهق بعدين. وعندك طول العمر يعني زي ما قال الملابس يعني هي حاجه كويسه. والشنطه، الشنطه في الشنطه؟ اي لازم يا اخي الشنطه الصغيره دي حقت البطايق. طبعا على اساس الوجهه اللي انا رايحها، لكن في المقام الاول هيكون معي المصحف الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي حاجه اقراها انا، كتاب اقراه او زي كده في الطريق. كتب يعني؟ اي لا لا، كتاب واحد اقراه في الطريق يعني. يعني لو رايح لك اخذ معايا هديه. هديه لمين؟ اكيد ليك. لو رايح لك اخذ لك هديه على اساس الحد اللي انا رايح له. طبعا ملابس، جواز سفر، شاحن جوال. والجوال؟ جواله في جيبي، الشاحن في الشنطه.